بصي ورا كده، بصي لي كده. انا ايام حيسن بدات تصوير من 10 سنين، كنت ساعتها في اولى ثانوي، كنت معايا كاميرا موبايل وبحب اصور جدا، واحب اصور نفسي، اصور صحابي، اصور حاجات زي كده، وما كانش في دماغي ان انا ابقى فوتوغرافر اصلا ولا ان انا يبقى شغلي في التصوير. انا بس كنت حابه الفكره ان انا اصور مناظر طبيعيه واصور اي حاجه قدامي عجبتني اقف اصورها. بعد كده الموضوع تطور ان انا بقيت لا نفسي جدا في كاميرا، جبت الكاميرا بدات بقى اصور صحابي، افرحهم، اعمل لهم فوت سيشن، اصور اي حاجه بالكاميرا، كنت مبسوطه بيها جدا. بس بدات واحده واحده بقى الناس بقى عملت بيج على الفيسبوك، وبدات ناس تطلبني ان انا اروح اصور. فانا ساعتها كان الكاميرا اللي معايا كان معايا كاميرا الديجيتال الصغيره، فكنت اقول لهم لا انا مش فوتوغرافر، انا بس بعرض شغلي بتاعت صحابي على البيج، يعني ما ينفعش تطلبوني. فيقولوا لي لا بس احنا مش فارق معانا الكاميرا على قد ما احنا عجبنا الصور اللي انت بتطلعيها، على الرغم ان الكاميرا اصلا، حتى كان كل الناس يقول لي الكاميرا دي ما بتطلعش الصور دي ابدا. يعني انا بقى كنت بقعد في الصور اعمل لها ايديتنج وكده، واتفرج طبعا على صور ناس يعني فوتوغرافرز كتير كبار يعني. بس بعد كده الموضوع بقى ان انا بدات الناس تطلبني فعلا، واروح الفرح وكنت ابقى مكسوفه جدا ان انا معايا كاميرا صغيره كده وبصورهم واقفه الدنيا كلهم بتاع، مش زي الكاميرا بتاعت الفوتوغرافرز يعني. فبقيت لا انا عاوزه اجيب كاميرا بروفيشنال فعلا، فروحت جبت. وبدا بقى معايا الموضوع ان انا خلاص بقيت فعلا بروح اصور افراح كتير، واصور مؤتمرات، اصور فود سيشنز، اصور حاجات كتير قوي، حتى منتجات وحاجات كده. فبدا يبان عندي معدات في البيت يعني كذا حاجه. انا عاوزه مكان بقى، عايزه مكان اقعد اشتغل فيه، عاوزه مكان الناس لما اجي اقابلهم بدل ما اقابلهم في الشارع ونتفق وكده او نتقابل في كافيه يعني، فيبقى الافضل واكتر ثقه ليا وليهم ان هم يبقى عندي مكان. رد فعل الناس لما بيلاقوني انا اللي بصور بيبقوا مبسوطين قوي، بجد انت اللي هتصورينا. وبعدين هم دايما متعودين لو مكان كاستوديو يعني، متعودين ان في واحد هو اللي بيصورهم وكده، وان الصوره دايما خلاص اتصورتي، طب معلش ممكن عايزها تاني، ما بيبقاش فيه الموضوع ده عندهم. بصور فود سيشنز سواء بقى يعني، في ساعات بنوتة لوحدها تبقى عايزه تتصور صور سواء هنا في الاستوديو او بره، فباخدها وبصورها. ممكن يبقى عيد ميلادها وحابه تعمل حاجه مجنونه، نجيب بلالين كتير، تلبس دريس شكله مختلف، تعمل حاجات مختلفه، بنعمل كده. في بنات ممكن يكونوا محجبين وحابين يتصوروا صور براحتهم بشعرهم او كده، كده كده مفيش غيري هنا، انا بنت ومعايا الاسيستنت برضو بنت، فكده كده مفيش حد هنا غير بنات، فبتبقى براحتها، ممكن تقلع الحجاب وتتصور وانا اللي بعمل ايديتنج للصور، محدش بيشوف الصور دي. فكرة ان انا شغالة في مكان بتاعي انا يعني، دايما في كل مكان بيبقى في حد مديرك، حد فوقيك، حد كده، لا احسن كتير بجد يعني. اي حد بايده ان هو يبقى يعمل لنفسه مكان ايا كان، ممكن يبقى مطعم، ممكن يبقى مشروع، اي حاجة في الدنيا او تصوير او او او، لا بالعكس اعمله كده، دي حاجة بتحس بنجاحها، نجاحها بتاعك انت يعني. انت ممكن لما بتدي شغل بتدي الشغل تمام، بس انت بتدي الشغل، لكن لما بتدي انت بتدي نجاحك انت، بتعلي اسمك انت، بتكبر نفسك انت، بتطور في نفسك لنفسك يعني، لحاجتك.